صباح النور. اليوم يتلعبوا بقية مقابلات الجولة 12 من البطولة المجموعة الثانية، بداية من مادي ساعتين القمة في ملعب محمد العقربي برادس بين الترجي ونادي الصفاقسي لكلاسيكو. بداية الحكم هيثم جيرات، الترجي هو متصدر المجموعة ب 25 نقطة، نادي الصفاقسي الثالث عنده 19 نقطة. نجم المتلوي بربعة الرابع ب 9 نقاط يستقبل اتحاد المنستيري ثاني ترتيب في المجموعة ب 22 نقطة، الحكم وليد المنصري. والمباراة الثالثة في برنامج اليوم في تطاوين، اتحاد تطاوين السادس ب 6 نقاط يستقبل النادي البنزرتي الخامس ب 9 نقاط، الحكم كريم الخميس. البارح كان الموعد مع مباريات الجولة المجموعة الأولى، الملعب التونسي في ديربي العاصمة تمكن من الفوز على النادي الإفريقي بنتيجة 2-1، إيدو افتتح النتيجة في الدقيقة السابعة للنادي الإفريقي، حمزة الخضراوي عدل الستات في 45 وهيثم الجويني سجل هدف الانتصار في الدقيقة 64. هزيمة خلت إدارة النادي الإفريقي تتفق مع المدرب سعيد السيبر على فسخ العلاقة التعاقدية، ويبقى على المساعدين محمد الحاج علي وحمد التويري إلى حين التعاقد مع مدرب جديد. في نفس المجموعة مستقبل سيمان هزم على أرضية ميدان 2-0 قدام قواف القفصة، بونتويت صدق بن سالم في 45 والخليل بنجورا في 86، الأولمبي البيجي واتحاد بن قردين تعادلوا 1-1، أحمد العامري فتح نتيجة الباجية في 37 وشوقي بن خضر عدل اتحاد بن قردين في 77. الترتيب في المجموعة الأولى، الملعب التونسي بعد انتصاره البارح رسميا يصعد لمرحلة البلاي أوف عنده 23 نقطة، النجم الساحلي الثاني عنده 21 نقطة، النادي الإفريقي الثالث 18 نقطة، الأولمبي البيجي واتحاد بن قردين عندهم 14 نقطة، خوف القرفصة السادس 9 نقاط، ومركز أخير لمستقبل سليمان بثلاثة نقاط. في الرابطة الثانية اليوم الدفعة الأولى من الجولة 13 في المجموعة الأولى، جمعية أريانا جنوب الرياضية شاويت العمران تواجه مستقبل وادي الليل، مرجان تبارك القلعة الرياضية وشاويت القيروان تواجه النجم الرمسي. في انجلترا اليوم مع 8:30 تاع الليل برينتفورد تواجه ولفرهامبتون، تشيلسي تلعب ضد كريستال بالاس، مع 9:15 ايفرتون تلعب ضد مانشستر سيتي. والبارح فوز مثير لمانشستر يونايتد 3-2 على استون فيلا بعد ما كانت خاسره مانشستر يونايتد 2-0، ترجع في المباراه وتفوز 3-2. حنا بعد كانت خلفي اخر لحظات المباراه في الدقيقه 90+5، شيفيلد يونايتد فريق انيس بن سليمان خسر 3-2 قدام على ارضيه ميدانه قدام لوتون تاون، انيس بن سليمان احتياطي ودخل في الدقيقه 72. كانت هذه اولى نشرات الرياضيه لليوم، تلقاها على السيت مزيكا فام بونات، نخليكم مع ناديه في حلسبيح.